انت وش عرفك منصور خطوه؟ هو اللي مرسلك صح؟ انا قلت لك انه منصور عدوي مثل ما هو عدوك. انا ما عندي اعداء. ما في حدا فينا ما عنده اعداء. يمكن، بس على الاقل عدوي لازم يكون يشبهني، يكون نفس الليفل تبعي. منصور خطوان أصغر بكثير من أنه يكون عدوي، مع أنه أنا اللي بعرفه أنك حاربته لسنين طويلة، وبهي السنين أنا كنت معه فيها. ليش؟ أنت كنت زوجته؟ غريب، بما أنه عدوك المفروض تكون بتعرف عنه شوية تفاصيل. واحدة منهم مثلاً إنه هو ماله متزوج. نحن ما وصلنا لهي المرحلة. يعني أفهم من كلامك إنك أنت الحين بصدمة عاطفية وجاية تنتقمين منه عن طريقي أنا. وش لعب البزيرين ذا؟ أنا مالي جاية أنتقم من حدا. أساساً أنت ما فيك توصل له. أنا لو بغيت أدمره أدمره بثانية واحدة وخليه يمشي ويكلم نفسه بعد. حلو، ولحتى أدمره أنت بحاجة لشريك، شريك بيعرف كل تفاصيله، بيعرف نقاط ضعفه ونقاط قوته بشكل كتير منيح، وكان بيوم من الأيام أقرب من كل عيلته إله. يعني أنا الحين المفروض أن أصدق كلامك؟ فيك ما تصدق، هذا خيارك. وإذا كان فعلاً مثل ما عم تقول إنه الموضوع ما بيعنيك ومنصور ماله عدوك، فيك تنسى إنك شفتني أو حتى سمعتني. أنا كان فيني مثل عليك وأبدأ معك بقصة هيك بشكل طبيعي، بس أنا ما بعرف كذب. وهالسنين الطويلة اللي قضيتها معه لمنصور ما تعلمت منه هالعادة، لهيك أنا جاي لعندك بشكل واضح وصريح ومباشر. شكله جرحك جرح كبير.